مرورا بالشفرة الواحدة اللي هي جت بعد ما كنا بننتج الشفرات التقليدية الدبل ايدج اللي لحد النهاردة بننتجها وبنصدرها للعالم كله. عملنا الشفرة الواحدة الديسبوسبل تلاها الشفرتين، تم إضافة اللوبرا ستريب لنعومة الحلاقة، بعد كده عملنا التريبل ثلاثة شفرة، وأخيرا الحمد لله بننتج بتكنولوجيا ألماني الخمسة شفرة زي ما هي واضحة أمام حضراتكم بطرق كتيرة للتغليف، ودخلنا الحمد لله مؤخرا بيها في السوق الفيميل الحريمي، تعتبر خدت ماركت شير جيد قوي داخل السوق المصري من مصنعين كبار قوي الحمد لله. لورد وبصناعة مصرية بتغطي الخمس قارات، بالفعل بحدود 80% من متوسط إنتاجنا، بنغطي أكتر من 75 دولة على مستوى العالم، البرازيل، المكسيك، ألمانيا. ألمانيا لوحدها بتاخد في حدود 15% من إنتاج لورد، تقريبا كل دول أفريقيا، تقريبا كل الدول العربية، معظم دول آسيا. بنصدر لليابان من أكتر من 15 سنة، والعميل كبير جدا الحمد لله اللي بيصدر لليابان او لالمانيا تيشيرت ولا قطعه قد كده من منتجاته، يعني بتبقى مصدر فخر كبير قوي. احنا الحمد لله من سنين طويله قوي بنصدر للدول دي، الدليل على نجاحنا الحمد لله ان نسبه منتجاتنا بتزيد ونسبه طلبياتهم بتعلى.